شهر الرحمة والغفران والبركات من الرحمن شو اسمه رمضان شو اسمه رمضان شهر الرحمة والغفران والبركات من الرحمن شو اسمه رمضان شو اسمه رمضان وكلام الله اللي تنزل فيه على مصطفانا المرسل شو اسمه القرآن شو اسمه نزل فيه على مصطفانا المرسل شو اسمه القرآن يا بابا شو اسمه القرآن نزل فيها القرآن شو اسمه ليلة القدر شو اسمه ليلة القدر والليلة من رمضان اللي نزل فيها القرآن شو اسمه ليلة القدر شو اسمه ليلة القدر والغار اللي نبينا محمد جاله الوحي وفيه تعبد شو اسمه الحرام شو اسمه محمد جاله الوحي وفي تعبت شو اسمه غار شو اسمه والملك اللي جال الغار لنبينا المختار شو اسمه اسمه جبريل شو اسمه اسمه جبريل والملك اللي جال الغار يحكي لنبينا المختار اسمه اسمه جبريل شو اسمه اسمه جبريل اول كلمة من التنزيل للنبي وصلها جبريل شو كانت اقرا شو كانت اقرا اول كلمة من التنزيل للنبي وصلها جبريل شو كانت اقرأ شو كانت اقرأ يلا نقرأ عنها دينا ونصلي عليه هو نبينا اللي وصلها الدعوة لينا يا رب اجمعنا بيه امين يا رب اسعدنا بيه امين وعنا الخير تزيد امين على مقام عطيه امين يا رب اجمعنا بيه امين يا رب اسعدنا بيه وعنا الخير تزيد على مقام عطيه امين يا رب العالمين شهر الرحمة والغفران والبركات من الرحمن شو اسمه رمضان شو اسمه رمضان شهر الرحمة والغفران والبركات من الرحمن شو اسمه رمضان شو اسمه شهر الرحمة والغفران والبركات من الرحمن شو اسمه رمضان شو اسمه رمضان شهر الرحمة والغفران والبركات من الرحمن شو اسمه رمضان شو اسمه رمضان وكلام الله اللي تنزل فيه على مصطفانا المرسل شو اسمه القرآن شو اسمه نزل فيه على مصطفانا المرسل شو اسمه القرآن يا بابا شو اسمه القرآن ليلى 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 نزل فيها القرآن شو اسمه ليلة القدر شو اسمه ليلة القدر والليلة من رمضان اللي نزل فيها القرآن شو اسمه ليلة القدر شو اسمه ليلة القدر والغار اللي نبينا محمد جاله الوحي وفيه تعبد شو اسمه الحرام شو اسمه نبينا محمد جاله الوحي وفي تعبت شو اسمه غار حراء شو اسمه غار حراء ليلى 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 ليلى
شهر الرحمة والغفران والبركات من الرحمن. شو اسمه؟ رمضان. شو اسمه؟ رمضان. شهر الرحمة والغفران والبركات من الرحمن. شو اسمه؟ رمضان. شو اسمه؟ رمضان. وكلام الله اللي تنزل فيه على مصطفانا المرسل. شو اسمه؟ القرآن. شو اسمه؟ كلام الله اللي تنزل فيه على مصطفى أنا المرسل. شو اسمه؟ القرآن. يا بابا شو اسمه؟ القرآن. محمد جال الوحي وفيه تعبد. شو اسمه؟ الحرام. شو اسمه؟ الحرام. الغار اللي نبينا محمد جال الوحي وفيه تعبد. شو اسمه؟ الحرام. شو اسمه؟ اللي جال الغار يحكي لنبينا المختار. اسمه جبريل. شو اسمه؟ جبريل. اول كلمة من التنزيل للنبي وصلها جبريل. شو كانت؟ اقرا. شو كانت؟ اقرا. اول كلمة من التنزيل للنبي وصلها جبريل. شو كانت؟ اقرا. شو كانت؟ اقرا. يلا نقرأ عن هادينا ونصلي عليه هو نبينا اللي وصل هالدعوة لينا. يا رب اجمعنا بيه. آمين. يا رب اسعدنا بيه. آمين. وعنا الخير تزيد. آمين. على مقام عطيه. آمين. يا رب اجمعنا بيه. آمين. يا رب اسعدنا بيه. آمين. وعنا الخير تزيد. آمين. على مقام عطيه. آمين يا رب العالمين. القرآن. شو اسمه؟ بيت القلب. شو اسمه؟ بيت القلب. والغار اللي نبينا محمد جال الوحي وفيه تعبد. شو اسمه؟ الحرام. شو اسمه؟ الحرام. الغار اللي نبينا محمد جال الوحي وفيه تعبد. شو اسمه؟ الحرام. شو اسمه؟ اللي جال الغار يحكي لنبينا المختار. اسمه جبريل. شو اسمه؟ جبريل. اول كلمة من التنزيل للنبي وصلها جبريل. شو كانت؟ اقرا. شو كانت؟ اقرا. اول كلمة من التنزيل للنبي وصلها جبريل. شو كانت؟ اقرا. شو كانت؟ اقرا. يلا نقرأ عن هادينا ونصلي عليه هو نبينا اللي وصل هالدعوة لينا. يا رب اجمعنا بيه. آمين. يا رب اسعدنا بيه. آمين. وعنا الخير تزيد. آمين. على مقام عطيه. آمين. يا رب اجمعنا بيه. آمين. يا رب اسعدنا بيه. آمين. وعنا الخير تزيد. آمين. على مقام عطيه.